مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. قال بنك المغرب في بيان أصدره بعد اجتماعه الفصل الأول لهذا العام، قال إنه يتوقع أن تتعدى تحويلات مغاربة الخارج 116 مليار درهم هذه السنة، وهذا رقم مهم جدا يستدعي من التوقف عند دلالاته وأهميته في الأداء الاقتصادي. مع ضيوفنا سنتحدث عن مساهمات الجالية المغربية، عن إمكانياتها الاستثمارية وسبل توظيفها في التنمية، كما سنتحدث عن الآلية الكفيلة بتوسيع تمثيليتها وإدماجها. لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الرباط الأستاذ محمد السيباري، وهو مكلف بمهمة بمجلس الجالية المغربية بالخارج. أهلا وسهلا بك معنا، كما يسعدنا أن يكون معنا من دوسلدورف الألمانية الأستاذ محمد عسيلة، وهو أستاذ باحث في قضايا الهجرة والاندماج بألمانيا وخبير في شؤون الهجرة والاندماج لدى عدة مؤسسات ألمانية. أستاذ عسيلة أهلا وسهلا بك معنا، كما يسرنا أن يكون معنا من الدار البيضاء دكتور كمال الزين، وهو محلل مالي واقتصادي. دكتور كمال أهلا وسهلا بك معنا. الأستاذ محمد سيباري أهلا بك أولا. أرى أنه لا يجب أن نختزل الجالية المغربية في التحويلات المالية على أهميتها، لأن المسألة لا تتعلق بالمادة فقط. أنا أريد أن أبدأ بالإطار التشريعي والسياسات العمومية الموجودة اليوم، هل تراعي خصوصية الجالية المغربية؟ أستاذ سيباري هل تسمعني؟ طيب أنتقل إلى الأستاذ محمد عسيلة. ما هل سمع سؤالي الأستاذ محمد عسيلة؟ أنا أسأل عن الإطار التشريعي والسياسة العمومية. إذا كنت تذكر معي في خطاب ملكي قبل سنة ونصف في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، كانت إشارة مؤكدة على هذه المسألة. هل اليوم نراعي خصوصية الجالية المغربية؟ نعم، في الحقيقة أولا شكل خطاب صاحب الجلالة نصره الله في خطاب عيد ثورة الملك والشعب لبنة أساسية في إعطائه لخريطة طريق قوية، وخريطة طريق كذلك للمؤسسات الحكومية من أجل إعادة النظر في التواصل مع مغاربة العالم، من أجل تقوية انسياب أو منسوب الثقة في التعامل معها. نعم، كان خريطة طريق عامة، وبالتالي تنزيلها كذلك لدى المؤسسات من أجل تبسيط المساطر ومن أجل كذلك تقوية الثقة، وكذلك إعادة النظر في خلق بنيات يعني قصيرة المدى من حيث تلبية هذه الرغبات الأكيدة لمغاربة العالم من أجل الاستثمار في المغرب. إذن نحتاج إلى ترسانة قوية من أجل دعم الاستثمار داخل المغرب، ومن أجل استقطاب كذلك بلغة حديثة، بلغة الرقمنة كذلك في تبسيط الوسائط التواصلية، وكذلك إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي قد تشكل أحيانا عائقا، لأن عقلية مغاربة العالم تتسم بالمرونة، تتسم بالفعالية، وكذلك تريد يعني الاستثمار ليس فقط على المستوى المالي الاقتصادي، بل كذلك على المستوى النفسي، لأننا نرى لدى الأجيال الثالثة ورغبة أكيدة ونحن نتابعهم في تقوية هذا الولاء وهذا العطاء في المغرب. إذن دخول مغاربة العالم من الباب الواسع هو في الحقيقة بناء صرح جديد في الألفية الثالثة، والمغاربة ولله الحمد أبانوا في زلزال الحوز، وأبانوا كذلك في جائحة كورونا على هذا الولاء المستدام. وكما قال بذلك صاحب الجلالة نصره الله في خطابه، بأن هناك نوع من العطاء بين الأجيال بدون أن يكون نوع من تقاطع أو تقاطعات بين الجيل الأول والجيل الثالث والجيل الرابع. إذن المغرب الآن وحكومة الوطن مطالبة
أكيد في إعادة النظر في بعض الآليات، وكذلك التحاور الند للند مع مغاربة العالم من أجل تقوية الاستثمار بشكل مستدام. طيب أستاذ كمال زيل، أهلا بك معنا. أريد أن أتوقف معك عند دلالات الرقم الذي أعلنه بنك المغرب، ماذا يمثل في الاقتصاد الوطني؟ مساء الخير أستاذة جوهرة، وأنا جد سعيد بتواجدي معكم اليوم، وتحية للمشاهدين الكرام. بالنسبة للسؤال ديالكم، رقم مهم جدا، 115 مليار ديال الدرهم منتظرة، أي بزيادة تقريبا مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية. هو رقم تشكل حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام. الأهم من هذا أستاذة جوهرة هو أنه تشكل كما أشرتم إلى ذلك في المقدمة، إلى أنه عنصر مهم مدير للعملة الصعبة، خصوصا وأننا نعرف بأن المغرب عنده عجز الميزان التجاري بشكل يعني بنيوي، رغم التحسن ديال أو التراجع ديال العجز ديال الميزان التجاري السنة الماضية من والتغطية ديال الوارد الصادرات بالنسبة للواردات بشكل أحسن، إلا أنه تيبقى هناك واحد العجز في الميزان التجاري، وبالتالي كيكون واحد الخصاص في العملة الصعبة. والدور ديال مغاربة العالم في المحافظة على السيادة النقدية للمملكة المغربية هو دور مهم جدا، بحيث أنه يمكن أنه يضخ ما يعادل 115 مليار ديال الدرهم من العملة الصعبة، وهذا إلى جانب الاستثمارات الأجنبية اللي كتوافد على البلاد ديالنا، فهو عنصر مهم للحفاظ على استقرار النقدي، وخصوصا بالنسبة للثبات ديال الدرهم والصمود ديالو في مواجهة التقلبات الخارجية. نبغي نشير أيضا أستاذة جوهرة في هذا السياق إلى أن الجالية المغربية، وفيت لي أشرت لها يمكن في حلقات سابقة معكم، تعتبر من أكثر الجاليات في العالم حسب تقرير ديال البنك الدولي، اللي مساهمة منخرطة في التحويلات المالية عبر العالم، كتجي في مقدمة الجاليات اللي كتعرف وكتقدم واحد التحويلات ببعدها التضامني بشكل كبير، أيضا بشكل أقل ولكن أيضا مهم بالنسبة للجانب الاستثمار، رغم أنه يبقى مقتصرا على بشكل كبير على الجانب العقاري. طيب أعود إليك الأستاذ صبار، نتمنى أنك تسمعنا الآن. السياسات العمومية الموجودة اليوم، هل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الجالية؟ داخل الوطن وخارجه، كما تفضل الأساتذة من قبلي، فالجالية المغربية تعتبر يعني ركيزة أساسية في 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 خدمة هذا الوطني، وأيضا ركيزة أساسية في المملكة عن ثوابت المغرب، سواء من خلال بشكل مباشر أو من خلال مساهمة الاقتصادية أو من خلال نشر الثقافة المغربية عبر العالم، على مدى الارتباط القوي الذي يربط هؤلاء المغاربة بوطنهم، يبادرهم أيضا الاهتمام. طيب سأعود إليك لاحقا لأن الصوت لا يصلنا واضحا بشكل ميسر. الأستاذ محمد عسيلة، نحن عندنا اليوم هذا الحظ بأن تكون معنا الأستاذ محمد عسيلة والأستاذ كمال زين، وأنتم مثالان مشرقان على الجالية المغربية الموجودة بالخارج، وهذه الكفاءات التي هناك اليوم اهتمام خاص بها، هل هناك تسهيلات للاستفادة من الكفاءات الموجودة بالخارج بأستاذ عسيلة؟ نعم، تسهيلات من طبيعة الحال. نحن نرى بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله هذا الاهتمام. ما الذي تغير منذ سنة ونصف تقريبا أستاذ محمد عسيلة؟ اللي تغير هو أن أولا خلق يعني مراكز جهوية الاستثمار، أصبحت نوع من الدعم للاستثمار على مستوى الجهة، أصبح كذلك عقد عدة مؤتمرات ولقاءات وندوات وموائد مستديرة، كذلك تغيرت لغة التواصل، حيث أصبح مغاربة العالم يأتون كمختصين، لم يتم أو لم يصبح الحديث عن هذه اللغة كذلك جديدة صراحة كمنهاج
ليس فقط الحديث عن مغاربة العالم بل الحديث مع مغاربة العالم مباشرة، وهذا أعطى واحد زخم وواحد دلالة قوية، كذلك تبسيط بعض المساطر، التواصل كذلك في خلق مؤتمرات ليس فقط داخل المغرب بل كذلك في الدول التي تستقطب مغاربة العالم. فنحن نرى وعي جديد، طريقة جديدة، تواصل جديد، وحضور كذلك مكثف. لم يبقى كذلك في إطار هذه الخطة الجديدة لا على مستوى مجلس الجالية المغربية ولا على كل المؤسسات الوصية على ملف مغاربة العالم، لم يتم ذلك الاستحواذ على هذا الملف بشكل أحادي، بل أصبح نوع من التنسيق كذلك مع الجهات. إذن هذا نوع من الدلالة القوية على الرؤية البراغماتية إذا شئنا، من أجل دعم أزيد من 6 ملايين من مغاربة العالم، واحد الجزء منهم كبير اللي هو يعني يشكل طاقة شابة، لأن أزيد من 50-60% من عدد من الجالية المغربية اللي هي طاقة شابة اللي أصبحت كفاءة عالية. ولا ننسى كذلك الطريقة الجديدة على أن مغاربة العالم أصبح الآن يديرون بعض الملفات الكبرى على المستوى الجيوسياسي، على المستوى الدبلوماسي في قضية ملفات كبرى. مثل ماذا دكتور؟ نعم، ملفات كبرى تقول مثل ماذا؟ نعم، مثل القضية التي حصلت بين ألمانيا والمغرب، فهذه البرودة العلاقات لعب المجتمع المدني المغربي لعب دورا طلائعيا، أصبح مغاربة العالم غير مقتصرين على الجانب التعبدي داخل المساجد، وهذه رؤية جديدة كذلك، أصبحت المساجد والجمعيات المغربية منارات لتفعيل وتبديد كل الضبابية التي يعني الدول التي تتدخل في التوابيت المغربية أو التي تريد التشويش. أصبحنا يعني داخل نوع من الاستقلالية ندافع عن ملفات المغرب والتوابيت المغربية بواحد الشكل واعي، ليس بشكل فضفاض، بل أصبح المغاربة الذين يمثلون كذلك بعض أحزاب سياسية يعني داخل هذه البنية السياسية من الأسفل إلى الأعلى على المستوى المواطنة وداخل هذه المواطنة، لأن نحن نحمل جنسية هذه الدول، وأصبحنا داخل هذه المواطنة نحاول أن نبين بأن المغرب يلعب دورا طلائعيا في الاستقرار، ليس على المستوى المغربي فحسب بل على المستوى الأورومتوسطي. وألمانيا استوعبت الدرس مثلا، يعني نتحدث عن ألمانيا، نتحدث عن إسبانيا، نتحدث عن فرنسا. إذن خروج المغاربة مغاربة العالم إلى نوع من التجلي الثقافي في تحقيق واحد ذات وطنية ثقافية، ولكن ليس برؤية ضيقة داخل واحد الوطنية ضيقة، بل إلى وطنية ممتدة من أجل المساهمة في الاستقرار والانسجام وكذلك الاندماج الفعال داخل هذه الأوطان. طيب دكتور كمال زين، كما تعرف هناك ميثاق جديد للاستثمار، أي مساهمة للجالية المغربية فيه؟ هل من مكانة خاصة بها؟ وكيف يمكن أن تنفخ روحا جديدة في هذا الاستثمار الذي نريده أن يكون ذي مردودية أكبر كما تعرف؟ صحيح صحيح أستاذ جوهرة، الميثاق الجديد للاستثمار جاء بالعديد من الإجراءات العملية والعديد من التوجيهات اللي الهدف ديالها تعبئة الموارد التقنية والمالية لتطوير يعني لجلب استثمار وخلق فرص شغل، وأيضا تعزيز السيادة الوطنية من الجانب الصناعي الفلاحي التكنولوجي وفي جميع القطاعات الاستراتيجية اللي حددها الميثاق الجديد للاستثمار. بالنسبة للدور ديال الجالية المغربية فهو كيتركز في واحد الشكل في البعد ديالو خصوصا الجهوي، لان ملي كنشوفوا مثلا بين الاجراءات اللي جا بها الميثاق الجديد للاستثمار ان المستثمر يقدر يحصل حتى على 30% ديال الدعم بالنسبة للاستثمار اللي كيبغي يقوم به، وبالتالي فهناك ملي كنعرفوا ان الارتباط الكبير بين الجالية المغربية والجهة اللي كتنتمي ليها، فهذا كيساعد على ان اولا الجالية تلعب واحد الدور ديال الاستثمار في هذه الجهات هذه لتقليص الفوارق المجالية وخلق فرص الشغل، وايضا مشاريع اللي عندها واحد القيمة يعني مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
كان أعتقد بأن هذا يعني إجراء مهم لجابه المنشأة الجديدة للاستثمار. كاين أيضا إصلاحات أخرى مرتبطة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بحيث أنه كاين واحد المجهودات حاليا تبذل من أجل توحيد الحكامة المتعلقة بالاستثمار في المنزل الجهوي وأيضا الوطني، وبالتالي فهذا غادي يساعد على تسريع وتيرة دراسة المشاريع والتقييم ديالها وأيضا الأجراء ديالها والتنفيذ ديالها. وفي هذا الإطار كان يعني بالإجراءات اللي جات في هذا الصدد، هو أنه المشاريع اللي القيمة ديالها تقل عن 25 مليون درهم فكيكون الإقرار ديالها والدراسة ديالها والتتبع ديالها على المستوى الجهوي، فبالتالي فهناك واحد الأريحية وواحد حرية أكبر بالنسبة للجهات لاستيعاب المساهمات ديال الجالية المغربية في الخارج من أجل تنمية محلية وجهوية بشكل فاعل أكبر. هناك واحد نقطة أخرى أستاذ جوهرة بغي نركز عليها إذا أمكن، هو أنه بالنسبة للكفاءات المغربية هناك واحد يعني العديد من المستويات من أجل تعبئة المغاربة مغاربة العالم في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية. كاين أولا الجانب الأول هو المرتبط بتعبئة الكفاءات، بمعنى أنه يقدر يكون شخص من مغاربة العالم عنده واحد كفاءة معينة، يشغل واحد المنصب معين وعنده واحد العلاقات اللي يقدر أنه يعبئها للمساهمة في إنجاح استثمار معين أو إنجاح استراتيجية معينة. وبالتالي فكان أعتقد بأنه المغرب عن طريق القنصليات عن طريق أيضا الوزارات المعنية فخص يكون عنده واحد السجل اللي كيرصد هذه الكفاءات وهذه الخبرات التقنية في بلدان الإقامة ويقدر أنه يعبئها بشكل محلي وجهوي ووطني في تنزيل الأوراش اللي منخرط فيها البلدين يعني. طيب ما أعود إليك الأستاذ سيباري ونواصل في نفس السياق الذي أثاره الدكتور كمال الزين، آلية مواكبة الكفاءات المغربية الموجودة في الخارج، مفعلة هذه الآلية دكتور وعلى ماذا تقوم إذا كانت موجودة فعلا؟ هو في الحقيقة يعني المغرب يعتبر من الدول الأولى التي تعطي اهتمام كبير بجاليتها في الخارج، وهذا يعني يمتد منذ عشرات السنين. اليوم هناك اهتمام ملكي خاص بهذه الفئة، وكما لاحظنا في الخطاب الملكي لعشرين غشت لسنة 2022 فقد دعا جلالته إلى مواكبة هذه الكفاءات من خلال خلق آلية لمواكبتها من أجل إقامة علاقة هيكلية دائمة. الآن ما يسجل حاليا هو وجود مجموعة من المبادرات تذهب في هذا الاتجاه، لكن تبقى مبادرات يعني فردانية وغير وليست لدينا سياسة عمومية واضحة يعني تستهدف هذه الكفاءات وموجهة للكفاءات بصفة عامة. نحن نعرف أن الكفاءات عبر العالم وليس فقط الكفاءات المغربية، هناك صراع محتدم حول الكفاءات وهناك دول تقدم إغراءات كبرى من أجل استقطاب الكفاءات خصوصا في المجالات الصحية المجالات التكنولوجية أو العمال أو السائقين إلى غير ذلك. فيجب أن نعرف أننا لدينا خزان من الكفاءات منتشر عبر العالم يتوفر على خزان الكفاءات هو موجود ولا أحد يناقش في ذلك، ولكن أستاذ سيباري ما هي الآليات التي تم إرساؤها من أجل أن يكون الاستثمار حتى من دون ربما الاستقرار داخل المملكة من أجل أن يكون مغريا لهذه الكفاءات المغربية؟ لحد الساعة كما قلت ليست هناك سياسة عمومية موجهة في هذا الاتجاه، تبقى هناك مبادرات. هل هناك خطة طريق مثلا؟ تصور ما؟ مقاربة ما؟ يعني هناك حديث عن اجتماعات للجنة البيوزارية المتعلقة بالهجرة من أجل إعداد هذا التطور، ولقد لاحظنا مؤخرا هناك اهتمام بشكل قطاعي، مثلا نتحدث عن المعهد الوطني للبحث العلمي الذي يقدم مبادرات مثلا من أجل استقطاب بعض الأساتذة الباحثين للإقامة في المغرب. هناك مثلا نحن في المجلس قمنا يعني بلقاءات مع مجموعة من
الكفاءات في المجال الطبي مثلا من اجل بحث سبل اشراكهم في يعني مسايره الورش لاصلاح القطاع الصحي، كما فعلنا ايضا فيما يتعلق بالكفاءات في مجال تدبير نظره المياه. لكن كما قلت طيب. هي فقط مبادرات وليس هناك تصور او سياسه عموميه شامله تستهدف هذه الكفاءات. ونعرف ما هو الخصاص الذي لدينا. في البدايه يجب ان نعرف ما هو الخصاص الذي لدينا. طيب ساعود اليك استاذ محمد صباري حالا اذا تفضلت، لان الاستاذ محمد عسيل لديه بعض الالتزامات وسينسحب بعد قليل. استاذ محمد عسيل، اريد ان اخذ مثال المانيا. المانيا معروفه كقوه اقتصاديه، هي رائده في عده مجالات. هل هناك اليوم عروض مقدمه للجاليه المغربيه الموجوده هناك من اجل ان تشارك في هذه الطفره التنمويه المغربيه؟ نعم، ألمانيا يعني صراحة بعد كل هذه الأحداث الأخيرة تتبعنا بأن هناك ميثاق، هناك علاقات الآن وطيدة، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الثقافي. هناك توجه دبلوماسي قوي دعم من خلال عقد شراكات على مستوى الطاقة المتجددة، على مستوى كذلك تمويل مشاريع على مستوى الجمعيات والمؤسسات الألمانية المتواجدة في أرض الوطن. نرى مؤسسة التعاون الدولي حاضرة بقوة. نرى أن مغاربة العالم هم الذين يقودون كألمان، كمغاربة ألمان على عدة مستويات هنا في ألمانيا وكذلك في المغرب من خلال خلق شراكات وكذلك تنزيل بعض المقاربات. لكن علينا إعادة نظر في الحقيقة في بعض العراقيل الموجودة الإدارية من أجل تبسيطها، التي تصعب أحيانا إنجاز بعض الإجراءات اللازمة للاستثمار في المغرب، بعد تأخر في إصدار بعض التراخيص حسب ما نسمع، وكذلك مشاركتنا على مستوى المجتمع المدني أن هناك بعض الإشكاليات التي تطرح في هذه القضية ديال إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لبدء بعض الأعمال التجارية. هناك بعض الإشكاليات التي تهم العراقيل الثقافية من خلال اختلاف الثقافة الإدارية والأعراف الاقتصادية التي دأب عليها مغاربة العالم مثلا في ألمانيا، المواجهة، المصارحة، المساءلة. فهذه بعض الأمور التي أحيانا قد تعرقل بعض الاستثمار، لأن العقلية المغربية ديال الشباب والجيل الذي تربى وترعرع في التنشئة الاجتماعية ألمانية يختلف من ناحية اللغة، من ناحية التواصل، وهذا غياب كذلك بعض المتابعات لبعض الملفات، هذا كذلك يؤدي إلى برودة بعض العلاقات في قضية الاستثمار. وأهمية الرقمنة شيء مهم في التعامل مع الجالية حاليا. أنا سجلت بعض النقاط حسب ما تتبعت وحسب ما سمعت وحسب حضوري لعدة موائد مستديرة، وهذا نريد توصيله كذلك للجهات الوصية من أجل يعني إزاحة هذه العراقيل لخلق نوع من الانسياب، ومن حيث خلق علاقة كما قلت سابقا رفع منسوب الثقة، وهذا في الحقيقة يدفعنا لأن نستبشر خيرا من حيث ما نسمع من عدد من الشباب المغربي الذي يريد ليس فقط الزيارة السياحية أو العمل على المستوى الدبلوماسي، المستوى الثقافي، الدبلوماسية الموازية على المستوى الديني. نرى السادة الأئمة، نرى الجمعيات، يعني حضور وتفاعل. وحتى ألمانيا الآن هذه نقطة أساسية، بدأت ترى في المساجد المغربية على أنها رافعة قوية لهذا العمل على مستوى هذه الدبلوماسية الموازية. عفوا، هناك بعد. طيب أنا أعلم تماما أنك ملتزم بمواعيد خبرية أخرى، أشكرك جزيلا على مشاركتك ووقتك. أعود إليك الأستاذ صباري، كنت تتحدث عن هذه الآلية التي يجب أن تفعل من أجل استقطاب الكفاءات المغربية الموجودة في الخارج. نعم تفضل. نعم، قبل يعني الآلية وردت في الخطاب الأخير، في خطاب صاحب الجلالة لعشرين غشت، ونحن لازلنا في انتظار تصور هذه الآلية. لكن قبل التفكير في الآلية أظن أنه علينا في البداية خلق بنك للمشاريع حتى نعرف ماذا نريد أو أين لدينا الخصائص بحسب كل قطاع على حدة، حتى نعرف أن نستهدف الفئة التي يمكنها أن تفيد في هذا الأمر.
طيب أستاذ كمال زين، أنا أعرف أنه واجب التحفظ يقيدك نوعا ما، ولكن بصورة عامة كيف تنظر المؤسسات الدولية التي اشتغلت فيها وهي مؤسسات مالية كبرى، كيف تنظر إلى المغرب كوجهة استثمارية اليوم؟ لا، هو المغرب يعتبر في على المجال الإفريقي وأيضا المتوسطي قبلة أساسية للمشاريع الهيكلية بالنسبة للاقتصاد على المستوى الإفريقي والمتوسطي، وبالنسبة أيضا للمشاريع المستقبل في العديد من المستويات، أكان ذلك في الطاقة، في الصناعة، في الفلاحة، في الخدمات. وبالتالي فهناك ايضا بالنسبه للبنيه التحتيه، ايضا بالنسبه للنقل اللوجيستيك، فهذه كامله يعني مشاريع او قطاعات اللي تتشكل واحد يعني مشجعه لاستقطاب الاستثمارات الخارجيه وايضا التمويلات من المؤسسات ديال التنميه في على المستوى الافريقي والدولي. هذه المؤسسات والبنوك الدوليه مستعده لتمويل المشاريع في المملكه، تراها وجهه امنه لرؤوس الاموال استاذ كمال زين؟ صحيح، لان اولا الحمد لله المغرب عنده واحد الاستقرار على مستوى الأمن اللي هو يعني مهم جدا لطمأنة رؤوس الأموال، وأيضا للقدرة ديال المغرب على سداد أو الوفاء بالالتزامات المالية دياله، وأيضا الالتزامات اللي تيعطيها من أجل يعني تنفيذ هذه المشاريع هذه. وبالتالي بالإضافة إلى استقرار اللي كاين الأمني ويعني الدور اللي يعني كاين ديال جلالة الملك كأمير للمؤمنين وحامي هذا الوطن، فهذا كيشكل واحد الدعامة أساسية للاستقرار. وبالتالي فالصورة ديال المغرب على المستوى الإفريقي والدولي هي كتشكل واحد القبلة آمنة، وكنعرفوا بأن رأس المال فهو كيبحث على الأمن والأمان في الأول باش أنه يمكن يخلق واحد الثروة، ويمكن أنه يخلق مناصب شغل وتنمية في بلد معين. وبالتالي فهذه كاين هاد العنصر هذا. العنصر الثاني هي بالنسبة للاقتصاد الوطني، فهو خلال 20 سنة الأخيرة عرف واحد التحولات يعني بنيوية اللي أكيد بأن المغرب يطمح أنه يزيد يطور هذا الاقتصاد هذا، والنموذج التنموي المغربي جاء يعني بواحد العديد من الاقتراحات من أجل ويعني ودعوة لتنزيل واحد السياسة العمومية من أجل يعني جعل المغرب قوة صاعدة. فهذه المسائل هذه فهي أيضا كتشجع يعني رؤوس الأموال، أكان ذلك عن طريق الاستثمار المباشر في رؤوس الأموال في المغرب، أو عن طريق أيضا يعني المساهمات المالية والمنح المالية أو القروض المالية اللي هي أساسية من أجل تطوير البنية التحتية، اللي هي أيضا عرفت في 20 سنة الأخيرة واحد القفزة نوعية. وكنعرفوا بأن أي مستثمر فهو يبحث على شبكات طرق يعني جيدة، على شبكة نقل سككية باش أنه على موانئ أيضا. وشفنا بأنه خلال السنوات الأخيرة فكانت العديد من المبادرات الملكية اللي تشجيع يعني اندماج المغرب في الاقتصاد الإفريقي، ويكون هو أيضا رافعة للاقتصاد الإفريقي عن طريق يعني مشروع ديال الميناء الداخل الأطلسي، عن طريق يعني الانفتاح على المحيط الأطلسي وتعزيز يعني التجارة والمبادلات التجارية والاستثمارات بين القارة الإفريقية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأمريكية بشكل أوسع. فهذا كيشكل أكيد بأنه يعني عنصر مشجع جدا للمؤسسات الدولية باش تمنح يعني هذا الدعم هذا المالي والتقني أيضا من أجل تنزيل وتنفيذ وتمويل مشاريع هيكلية ومهيكلة الاقتصاد المغربي. طيب لم نذكر عنصر التوقع، ربما سنتحدث عنه لاحقا وأهميته في جلب الاستثمارات ورأس المال. أستاذ محمد صباري، عندما نتحدث عن الجالية المغربية وبالمقابل نتحدث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، ولكن نبحث عن تبسيط إجراءات إدارية تراعي ظروف وخصوصية هذا المستثمر المغربي الموجود في الخارج، هل هناك توجه نحو هذه المسألة، تبسيط المساطر الإدارية حسب ظروف هذه الجالية؟
نعم، كما تقدم المتدخل السابق، فالمغرب يقوم بمجهود جبار من أجل الانفتاح الاقتصادي ومن أجل تنويع جلب الاستثمارات، والجالية باعتبارها جزء أيضا من هؤلاء المستثمرين المستقبليين أو الممكنين، فهي هناك يعني تستفيد بدورها من جميع هذه التحفيزات التي يقدمها الاقتصاد الوطني. يبقى فقط أن نوصل لها هذه الإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى، لأن كما نعرف الجالية هي جالية معولمة توجد في مجموعة من الدول تتحدث لغات متعددة، وبالتالي فأظن أنه المجهود المفترض أننا نقوم به إضافة إلى هو أيضا إيصال هذه المعلومة إلى الجالية. من يقوم بدور الوسيط أستاذ صباري في حالة الجالية؟ بالنسبة يعني الوساطة، المغرب كما قلت في السابق يعني هو من البلدان التي تعطي عناية كبرى للجالية المغربية، وهذا يظهر من خلال العناية الملكية وأيضا من خلال النسيج المؤسساتي، فهناك مجموعة من المؤسسات تشتغل كل يعني باختصاصات محددة من أجل التواصل مع هذه الجالية، من أجل إبداع وسائل جديدة للوصول إلى هذه الكفاءات، من أجل استقطاب هذه الجالية وتعبئة هذه الكفاءات كل في قطاعه. فهناك مثلا نتحدث عن مؤسسة الحسنة الثانية للمغاربة المقيمين بالخارج، نتحدث عن مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة استشارية واستشرافية تعنى ببلورة مقترحات من أجل حل الإشكاليات الكبرى للجالية، نتحدث عن قطاعات مختلف القطاعات الوزارية، لأنه كما نعلم فملف الجالية هو ملف عرباني لا يمكن أن يكون من اختصاص يعني قطاع واحد، ولكنه ملف عرباني يشمل جميع القطاعات، وهذا ما يفترض يعني إعداد سياسة عمومية شمولية من أجل الاستجابة لتطلعات هذه الجالية، ومن أجل أن نكون يعني على عند حسن انتظارات صاحب الجلالة. فبالنسبة يعني للمشاريع التي يقدمها المغرب، هناك تقدم في مجموعة من الأمور خصوصا في المجال الاستثماري، هناك المجهودات التي تقوم بها المراكز الجهوية للاستثمار، يتم خلق شباك وحيد من أجل استقطاب يعني استثمارات الجالية، هناك يعني إشراك لهذه للكفاءات المغربية في مختلف يعني النقاشات العمومية المتعلقة بالأوراش الكبرى التي يفتحها المغرب، فهناك مجهود، لكن يبقى مسألة يعني تبسيط المساطر، ما زال يعني هناك حاجة للاشتغال أكثر. فنعرف أن الجالية المغربية يعني هناك من يأتي للمغرب مرة واحدة في السنة، وبالتالي فوقتها ضيق، ومما يتطلب الأمر إعداد يعني ترسانة قانونية ومؤسساتية تستجيب لهذه الخصوصية، خصوصا في الجانب الإداري في الجانب القضائي، يعني لا يمكنها أن تستحمل طول المساطر وتعقيداتها، وهذا يبقى يعني أحد العوائق التي ما زال الشغال عليها. لكن عموما هناك عمل مؤسساتي يعني تقوم به مختلف المؤسسات المعنية بالجالية تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة في مختلف الخطابات أو وفي مختلف الرسائل المتعلقة بتجويد الخدمات الموجهة إلى الجالية. دكتور زين، إذا تفضلت أريد أن نخصص كذلك جزءا للحديث عن عنصر التوقع، وهو كما تعرف عنصر مهم جدا من أجل الاستثمار، وعندما نتحدث عن عنصر التوقع نتحدث عن مسألتين مهمتين في غاية الأهمية، يتعلق الأمر بالقضاء والتحكيم في حالة حدوث مشكل ما. هذين العنصرين هل هناك اهتمام بالغ بهما في المملكة، هذه الوجهة الاستثمارية الكبرى اليوم؟ هو كان أعتقد بأنه كيف أشرت، وكان بالنسبة للتوقع كان جانبين، الجانب أولا الاستشرافي اللي هو مرتبط يعني التوقعات الماكرو اقتصادية، وأيضا توقعات بالنسبة للنمو ديال القطاعات محددة في الاقتصاد الوطني، هذا الجزء الأول منه. بناء على هذا التوقع هذا وهذا الاستشراف المستقبلي ديال الاقتصاد المغربي، فكيكون هناك واحد القرار ديال تعبئة استثمارات معينة وتوجيهها إلى قطاعين دون أو آخر أو العديد من القطاعات في نفس الوقت، وهذا
يعني هذه هي المقاربه الماكرو يعني اقتصاديه اللي كتنزل لواحد يعني تنزيل بشكل ادق بالنسبه للقطاعات وبالنسبه يعني الوجهات الاستثماريه اللي كتمشي ليها هاد رؤوس الاموال وهاد يعني التحويلات الماليه. الان بالنسبه للشق الثاني فهو باش يكون واحد المستثمر جايب واحد الثقه وبواحد وهذا يعني اللي مرتبط بمناخ الاعمال يعني نقدر ندخل فيه القضاء نقدر ندخل فيه الـ يعني البيروقراطيه او العراقيل الاداريه الى اخره فهذا كامل فيه مناخ ديال الاعمال اللي هو بشكل مهم المغرب تيخدم عليه وجاء ايضا الميثاق الجديد للاستثمار بالاهداف ديالو تطوير مناخ الاعمال في المملكه المغربيه. اذا فهذا الجانب ديال التوقع كيف شرحتيه الاستاذه جوهره بالنسبه للتوقع في الشق ديالو الاقتصادي وايضا بالنسبه لتطوير مناخ الاعمال هو موجود يعني في صلب الميثاق الجديد للاستثمار وفي صلب السياسات الاقتصادية للمملكة كان ذلك في الصناعة أو أيضا في تعبئة الاستثمارات عن طريق مثلا الوزارة المنتدبة للاستثمار اللي تهيق يعني عن طريق موروكونا وعن طريق أيضا تسويق ديال هذا الميثاق الجديد للاستثمار فهي يعني كتحاول تبين المكاسب والركائز الأساسية والمقومات ونقاط القوة ديال الاقتصاد المغربي. ولكن أنا أتفق معك بأنه بدون تطوير وإصلاح القضاء وبدون يعني خلق واحد مناخ أعمال مساعد لرؤوس الأموال فمع الأسف ما غيكونش هناك واحد التعبئة كاملة للموارد اللي يمكن المغرب أنه يحصل عليها ويحقق من خلالها التنمية اللي يصبو إليها تحت قيادة جلالة الملك. طيب أعود إليك أستاذ سيباري، عندما نتحدث عن مقاربة شديدة تتمثل في إقامة علاقة هيكلية دائمة وأسطر تحت كلمة دائمة مع الكفاءات المغربية، هل نعرف هذه الكفاءات؟ هل الكفاءة المغربية مهتمة بهذه العلاقة الهيكلية؟ ما مدى استعدادها للاستثمار في هذه العلاقة الدائمة؟ نعم، يعني أول مسألة في هذه العلاقة الهيكلية يعني كما تفضلتم هي معرفة هذه الكفاءات. معرفة هذه الكفاءات كان من بين النقاط التي أوصت بها لجنة النموذج التنموي التي دعت إلى إعداد يعني دليل من أجل جذب مغاربة العالم. فمعرفة هذه الكفاءات يتطلب مجهود تواصلي كبير، يتطلب خلق آلية إعلامية موجهة إلى هذه الجالية بجميع اللغات للتعريف بهم وأيضا لتقريبهم من الأوراق الكبرى المفتوحة في المغرب يعني تحت قيادة صاحب الجلالة. فأحيانا يكون هنا تكون هناك كفاءات لكن الوصول إليها يتطلب مجهود يعني مشترك وعمل مؤسساتي ويتطلب التواصل بلغات مجتمعات الإقامة. الجالية كما قلت هي متواجدة منتشرة عبر العالم ولا يمكن الاكتفاء فقط بلغة أو لغتين من أجل التحاور معها وإيصال الفرص التي يقدمها الاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى لهذه الكفاءات من أجل إثارة اهتمامها ومن أجل العمل فيما بعد على يعني إيجاد الصياغ المناسبة من أجل إشراكها في هذه المشاريع. النقطة الأولى هي أولا معرفة هذه الكفاءات. النقطة الثانية هي إعداد بنك للمشاريع، أين نريد هذه الكفاءات أن نشركها وما هي الحاجة التي لدينا من أجل إشراك هذه الكفاءات حتى تكون لنا مقاربة فعالة ومقاربة يعني محددة من أجل الاستفادة أكثر من هذه الكفاءات التي يعني لا مجال للشك أنها مستعدة دائما للمشاركة في تنمية وطنها الأم وخصوصا فئة الشباب. نحن هنا في مجلس الجالية المغربية في الخارج قمنا بإعداد دراسة شملت 6 دول أوروبية حيث يتواجد أكبر تركيز للجالية المغربية في الخارج خصوصا فئة الشباب بين 18 و35 سنة. ومما خلصت إليه هذه الدراسة التي أعدت بشراكة مع دراسة فرنسي هو الارتباط القوي لهذه الجالية مع المغرب واستعدادها للمساهمة في تنميته وأيضا استعدادها في الاشتغال يعني في بناء مسار مهني
في المغرب، يبقى فقط كيفية الوصول إلى هذه الكفاءات. هناك مجهودات تقوم بها مختلف المؤسسات، تقوم بها مختلف السفارات المغربية في الخارج، سواء من أجل التواصل مع هذه الجاليات كأفراد وكمجتمع مدني. هناك يعني مجهودات مشكورة يقوم بها الإعلام الوطني بشكل مستمر من أجل التعريف بجميع المشاريع الكبرى في بلادنا. يبقى فقط تحديد ماذا نريد وأي فئة نستهدف، وما هو الإطار القانوني والمؤسسات الذي نعده من أجل استقطاب هؤلاء. كما نعرف مسألة استقطاب الجالية هي مسألة جد معقدة، لأنها نتحدث عن استقطاب الجالية لا ننسى أن الكفاءات هي مرتبطة بالتزامات مهنية والتزامات عائلية، وبالتالي فمن الضروري إعداد بناء الأرضية أولا القانونية والمؤسساتية من أجل تيسير استقطاب هذه الكفاءات التي أنا يعني نحن لدينا قناعة بأنها يمكن أن تتنازل عن بعض الإغراءات، ويمكن أن تلبي نداء وطنها من أجل مساهمة في هذه المشاريع وفي تحقيق التنمية المرجوة. لكن ضروري من يعني حلق وسائل أساسية، نتحدث عن مدارس متعددة اللغات، نتحدث عن تيسير قروض بنكية من أجل الاستقرار، نتحدث عن الاعتراف بالشهادات، نتحدث عن إعداد إطار قانوني يعني حتى لا تكون عودة الجالية إما بشكل يعني دائم أو بشكل مؤقت عائقا أمام مسارها المهني في بلدان الإقامة أو بلدان المستقر تستغل فيها وتحمل جنسياتها. طيب دكتور كمال زين، أريد أن أختم معك بنموذج الحكامة المناسب لتحقيق هذه المقاربة. هو إلا سمحتي لي نطالق من السؤال ديالك اللي قبل باش نجاوب على هذا السؤال ديالك. هو بالنسبة لتعبئة الكفاءات كما قلت خص واحد السجل موحد ديال الكفاءات اللي موجودة في الخارج حسب طبيعة العمل ديالها، الخبرة ديالها، والمكان ديال التواجد ديالها، وندير واحد يعني الربط ديالها مع النموذج التنموي ديالنا والسياسات العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية. كنعتقد بأنه كاين مجهودات، مثلا هذه واحد الشهر كان واحد اللقاء بين وزارة الصناعة والتجارة واحد المجموعة ديال الكفاءات المغربية في الخارج، فكاين يعني واحد العمل التواصلي اللي يبدأ، ولكن كنعتقد بأنه هل يتحدثون نفس اللغة؟ كنعتقد بأنه كاين يعني نفس اللغة من ناحية يعني اللغة العربية والدارية. لا لا أقصد هل يتحدثون نفس اللغة، هل هناك ربما تقارب في المفاهيم، نفس الرؤى، يتفاهم المستثمر المستقر داخل الوطن مع مستثمر يأتي من الخارج؟ هذه هي اللغة التي أتحدث عنها. هذا هو الهدف، هذا هو اللي خصو يكون الهدف ديال هذه اللقاءات هذه اللي كتكون بواحد النموذج ديال الحكامه اللي هو مرتبط بالسؤال ديالكم، انه كيكون هناك واحد يعني الالتقائيه في التعبئه بين التعبئه ديال الكفاءات المغربيه والمستثمرين في الخارج وبين السياسات العموميه في الوطن. كنعتقد بان هذا عنصر مهم، وهذا هو اللي خص يخلي ان يعني المغاربه العالم كانوا يعني جاءوا للمغرب ككفاءات او كخبره مضافه لتنزيل هذه المشاريع الاقتصاديه او كمستثمرين مباشرين او كمصاحبين لمستثمرين اجانب، خصهم ان يكون بهاد الالتقائيه هذه في الرؤى، بهاد الحوار هذا، بهاد التواصل المستمر، انه تيكون هناك واحد الالتقائيه في الاهداف وفي التنزيل ديالها. كنعتقد بان كاين هناك واحد المجموعه ديال الابناك ديال المشاريع في المغرب اللي قامت بها العديد من الوزارة يعني من الوزارات، كيمكن لها انها يعني تشكل واحد الاساس اللي يمكن انه من خلاله يكون واحد الاستقطاب ديال هاد الكفاءات هذه المغربيه اللي تساهم في التنزيل ديالها وفي الانجاح ديالها. كاين هناك واحد العمل اللي تقام عن طريق يعني بين بعض الوزارات هنا في المغرب وبعض الجمعيات اللي تاسست في الخارج من اجل يعني خلق واحد الجمعيات ديال خبراء واحد المجال معين، بحال مثلا صناعه السيارات، صناعه الطائرات، في الميدان ديال الاي ليرنينغ مثلا كانوا هناك واحد المجموعات. الان ينبغي كيف شرتي الاستاذه جوهره واحد الاطار اللي يكون موحد اللي يعزز هذه الالتقائيه
بين الكفاءات بين مغاربة العالم كمستثمرين كخبرات كفاءات والسياسات العمومية باش أن المغاربة العالم يلقاو المكان ديالهم ويكون واحد التثمين ديال هذه الكفاءات هذه عن كان ذلك عن طريق الجانب التقني أو عن طريق الجانب الاستثماري الصرف باش تكون هناك واحد يعني استعمال جيد لهذه الموارد اللي هي يعني جد مهمة واللي هي مستعدة أنها تساهم في التنمية ديال البلاد ديالنا. شكرا جزيلا لك دكتور كمال زين على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك للأستاذ محمد سيبار الذي كان معنا الرباط، ونشكر كذلك الأستاذ محمد عسيلة الذي كان مباشرة معنا من ألمانيا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.